السلام عليكم أخواتي في الله، مرحبا بكم. اليوم بإذن الله في درس جديد، وهو دائما مع المدود. كنا ديجا عرفنا تعريف مد الصلة في الدرس السابق، ودرنا تعريف الصلة الصغرى وما هي الصلة الصغرى. دروك غادي نديرو الصلة الكبرى. الصلة الكبرى وهي ذلك إذا وقعت هاء الضمير متحركين، والثاني منهما همزة قطع، فإن ورشا يمدها بواو. فإن ورشا يمدها بواو إن كانت الهاء مضمومة طبعا، أو بياء إن كانت الهاء مكسورة. مقدار هذه الحركات هي 6 حركات من قبيل المد المنفصل. الصيغة الكبرى مد حركتين بمقدار مد حركتين، هذيك الحركتين جاء عند القراء، وتلحق الصيغة الصغرى بمد الطبيعي، يعني حركتين تاني مد طبيعي تاني مدوه حركتين. أما الصيغة الكبرى فنمدوها 6 حركات. نعطيكم مثال: ومن آياته أن، ومن آياته آياته، نمدوها 6 حركات، ما نقولوش ومن آياته أن، هذه سموها الصيغة الكبرى، نمدوها 6 حركات. ومن آياته أن. مثال آخر: يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، هذا فيما يخص الصلة الكبرى. عدنا دروك هنا يا فوائد أو خلاصة، أو يكون مد الصلة بنوعيه، عفوا، يكون مد الصلة بنوعيها في الوصل فقط. فإذا وقفنا على الهاء نقف عليها بالسكون، فإذا وقفنا على الهاء نقف عليها بالسكون. تعامل هاء كلمة هذه، هاء هذه هالكلمة يعني هذه، كهاء الضمير المفرد المذكر الغائب إن وقعت بين متحركين، فتمد كسرتها بمقدار حركتين إن لم يكن بعدها همزة قطع، إن لم يكن بعدها همزة قطع. هذه تمد كسرتها بمقدار حركتين، هذه تاع الهاء، هذه إن لم يكن بعدها همزة قطع، هذه معروفة، وبمقدار 6 حركات من قبيل المنفصل إن كان بعدها همزة قطع. هذه كما نقولوا خلاصة أو فوائد. رانا كملنا درس الصلة، وهو تابع للمدود، وهو تابع للمدود. بإذن الله في درس قادم غادي نديرو المد اللازم وبقية المدود. بارك الله فيكن أخواتي في الله، جزاكن الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.